اسمي لبنى حميد، مواليد 1998، من سكنة الحنة، خريجة جامعة بابل قسم العمارة، من خريجة 2021. طبعا أنا شغف الرسم، أنا رسامة، بس شفت بالعمارة، يعني مع أنه أنا كانت ببالي، بس دخلت لها وحسيت أنه هي جزء من الفنون، فدخلت لها. بالبداية دخلت لها يعني موهبة إلي، يعني أنفرد شيء ثاني، بس بعدين حبيت الشغل، حبيت التلاعب بالنفسية، أنه أنا يجوني مثلا زبائن أصمم لهم البيت. هو صح يعني مخذي نظرة أنه الخريطة فقط خريطة جدران مشي، بس إحنا لا، نتلاعب بنفسيتهم وبحركتهم، فهذا الشيء كلش حبيته. ليشت أنا يعني تقريبا خرجت ب 2021، سنة كاملة أنا قعدت بدون أي عمل، مجرد فقط أطور نفسي بهذا المجال. كنت أجيب صور من الإنترنت، يعني واجهات، منازل، حدائق، وبعد أقلتهم. واجهت تحديات إنه البنية شوية صعبة، وخاصة بالحلة يعني، بس شوية أهلي شجعوني ووقفوا وياي. صحيح أول مرة كانوا يطلعون وياي هم سندوني، ما أنسى هذا الشيء، بس أنا لسه كبرت وقدرت أعتمد على نفسي. اشتغلت أنا بشركة عقارات قبل، شفت هذا المجال ما فادني، يعني ما بي أي تصميم معماري، بس فادني إني تعلمت أكثر، لأن كان عندي وقت فراغ أكثر. جيت لهاي الشركة ولحد السآن من 2022 لحد السهنانة. صراحة من دخلت السوق العمل فهمت كل شيء، فهمت إنه لا، مو الموضوع مو بس جمالي، لا، الموضوع إنشائي، الموضوع أكو تسليح، أكو حديد، أكو أرواح ناس، يعني إحنا خطورة عندنا بعملنا جدا. فتعلمت من المهندسين التنفيذيين صراحة، يعني إحنا بدون التنفيذ ما نقدر نحقق شيء. طبعا احنا هنا باحد مواقع اللي انا تم التصميم والتنفيذ على يد الشركه اللي اعمل بيها اني. طبعا هنا انا قسم التصاميم دائما اجي اللي هنا واواجه صعوبات كلش. تعرف انه هذا العمل اللي انا اشتغل بيه المرأة مو هواي نساء تطلع مواقع وشي، فواجهت بهذا الشيء كل الصعوبات، بس الشباب ساعدوني يعني. وتدري ان الانسان اللي شغله صحيح اكيد راح يطب هيج طبات، و ما يخاف من شيء، اكو منافسين لي، اكو، ما اقول اني احسن شيء، لا، كل انسان وينجح بشيء معين بشغله. فاني ادعم كل النساء او كل البنات انه يدخلن للقطاع الخاص ويروحن المواقع ويشوفن الواقع اللي دا يصير. هذا النظره اللي ماخذيها انه مثلا شلون تدخلين مواقع وشي، لا، ما لها داعي ابد. دخلي وشوفي ناس محترمين يساعدوك، اسئله اجوبه ينطوك حتى نعطي هاي التحفه.